مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة يعني نستضيف شاعرة عراقية تأخذنا إلى زمن المجد العراقي المتواصل في القصيدة العربية التي لا يمكن أن تندثر، من بلد سياب، بلد نازك الملائكة، بلد الجواهر ومعروف رصافي. معنا عبر الإنترنت الشاعرة الأستاذة زينب دليمي. حيا الله أستاذة زينب، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ مصطفى، تحياتي لكل المتابعين، شكرا لمقدمتك الجميل. والشكر لك على موافقتك حتى تشرفينا في هذه الحلقة من بيت القصيد. أستاذة زينب، حبذا لو تحدثينا قليلا عنك ليعرفك أكثر المتابع العربي وكل جمهور بيت القصيد الامتداد خريطتنا العربية الواحدة. كلمينا عن الأستاذة زينب، تفضلي أستاذتي. زينب حسن الدليمي، سكنت بغداد، يعني خريجة اللغة العربية، مارست التدريس لسنوات عديدة، والآن مسؤولة الوحدة الأدبية للأنشطة التربوية في بغداد الكرخ الأولى. لي دواوين، منها مطبوعة ومنها في الطريق، لي ديوان وحدي تحاكيني خطوبي، لي دواوين مشتركة مع الآخرين. في بداياتي كتبت لطالب أخذ المرتبة الأولى على صعيد العراق قبل هذه السنة، يعني سنة 21، كنت رشحت أو انتخبت لأن أكون إحدى أعضاء لجنة التحكيم للمسابقات الأدبية على صعيد العراق. يا سلام. أيضا هذه السنة أخذت المرتبة الثانية أيضا على صعيد العراق للشعر العمودي. نعم، أمارس الشعر، ويعني مكاني هو، يعني ابتعدت عن التدريس، ومكاني هو مسؤولية الوحدة عن فكرة الأدبية. التدريس والعلاقة ما بين عملك الأكاديمي في سلك التدريس وكذلك موهبتك واشتغالك بالشعر واللغة والأدب والنقد وما إلى ذلك، وهل هناك يعني تتم الأول يتمم الآخر، أم أن المسألة تجدين فيها شيء من أو شيئا من خلينا نقول الصعوبات أو التضاد أو المقابلة ما بين عملك الأكاديمي واشتغالك بالشعر والأدب؟ حدثينا عن هذه التجربة. طبعا هي مهنة التدريس، أنا اختصاص لغة عربية، واللغة العربية اعتمادها أيضا على الشعر وعلى يعني كل الشواهد الشعرية اللي إحنا نتخذها كسند هي من القرآن ومن الشعر الجاهلي، يعني مرجعنا أولا وأخيرا إلى الشعر. فعلاقة وطيدة بين تدريسي، خاصة أنا كنت أدرس السادس الإعدادي، وأكثر ما تمر علينا الشواهد هي شواهد شعرية، فبالعكس يعني نمت عندي الموهبة أكثر. لكن أنت كصاحبة تجربة أستاذة زينب، كصاحبة تجربة، هل لمستي تعبا مثلا أو جهدا كبيرا أو شكلا من أشكال يعني أن أحدهما أثر على الآخر، عملك الأكاديمي مقابل مشروعك الأدبي والشعري؟ نعم، أنا يعني من درست أناطولي تدريس السادس الإعدادي. نعم. السادس الإعدادي إحنا عندنا بالعراق أكثر طلبتنا يعانون من اللغة العربية، كان صعب إيصالها. يعني أنا أصل بالثمانية الصبح، يمكن أنا كم حصة عندي، فت خمس حصص، يعني ممكن أخذ لي ساعة استراحة، أبداً ما أخذ هذه الساعة. ننتظر من المدرسات، هي ما موجودة محاضرة حتى ندخل بمكانها حتى نكمل منهج السادس الإعدادي. متعب يعني، متعب كثير. متعب للمعلمة العادية، هو متعب للمعلمة العادية، فما بالك حينما يكون متعبا لشاعرة؟ نعم. بس أنا كنت، لأن دائما إحنا الطلبة بصورة عامة دائما
ما اعرف يعني عندهم هاي ردة الفعل للغة العربية كأنما يتذمرون من درس العربي. أنا كنت يعني أثناء ما أدرس من أشوف خمول أو أشوف يعني ابتعاد عني، أما أنطيهم بيت شعر نعم مني أو مثلا قصيدة أقرأ لهم أو هذه، كانوا كلش يعني ينجذبون إلي ويحبون هذه الناحية. حتى أنه جميل يعني المديرة المدرسات كانوا يعني يعتمدون علي بالخميس، كلمة الخميس، الأناشيد، ممكن نألف أناشيد، وإحنا بصدد هسه تأليف أناشيد للروضة ما شاء والابتدائية، الله يعني طلبوا من عندي جميل تأليف أناشيد ليغنوها ليألفوها جميل. موسيقية. نعم، نريد أن نفتتح هذه فكان الحلقة من ترابط بيت بينات الثقافة. القصيد أستاذة زينب، نريد افتتاح هذه الحلقة بقصيدة جميلة من كتابتك ومن اختيارك، اختاري لنا ما تودين افتتاح هذه الحلقة به من شعر، اقرأي علينا ما تحبين، تفضلي. أنا أسكن بغداد نعم وعشق بغداد لا ينتهي. أكيد، طبعا عشق إذن ستقرأين علينا مقرض قصيدة الألم لبغداد، والوجع. نعم قصيدة بغدادية، نعم تفضلي. أحجية في عشق بغداد تجتاحني في هياج الروح أحجيتي، وأصطفي خيبتي في صمتها جرحا، تمرد العقل يشكو من أسى وجعي، هيهات يبدي لنكسات الهوى صفحة، ناشدتها بمدى الأيام تنصفني لكنها أرغمت أسبابها كبحا، تهقني كفها طورا فتعصرني حتى تنازع في الأصداء ما أضحى، لا والذي سرها في القلب أمنية، كم شيد الحزن من ذات الأسى صرحا، يا سلام، يساوم الكبت إيلاما بآهته، يمسي العناء بكأس أسرجت فتحا، يا حر شوق أذاب العمر منكسرا، لم يغري كأس الهوى مر الهوى لمحا، يمر دهري يغالي في مسائله كأن عتم مداري يستوي ردحا، فلا الغروب يعيد الليل راحته ولا الشروق يباهي ضوءه الصبح، تمضين عبر شراع يستعار له سقاية من قتيل الماء والمنحى، أجتاح رفعتها في كف ذاهلة تقتادني فأحاكي وجدها اللمحة، ما كان بعدي بضعف يوم ذاك، ولا جاوزتها بالخطى قاعا ولا صفحا، يا سطوة الصمت يا حزنا يكابدني، متى ستنطق أحلام المنى بوحا، أعييت حرفي فما زان المراد، ولا أغرى المداد يرى عن يقتفي لوحا، هذه ضلوعي تداري اليأس عاكفة كمذبح يقتضي قربانه الذبحة، إياك أسمع لا أنفك ناظرة، إياك أسمع لا أنفك ناظرة، هل لي مع اللغز إيماء جلى الطرحا. إياك أسمع لا أنفك ناظرة، ما أجمل هذا البيت، حبذا لو تعيدينه وتتمين القصيدة، تفضلي دكتورة. إياك أسمع لا أنفك ناظرة، هل لي مع اللغز إيماء جلى الطرحا، أغفو وخاطرتي بالهم غارقة كأنما الجرح يسقى طبه ملحا، ولست أحظى سواء الراح بغيته ولا المواعظ تهدي وعظها نصحا، يا للضفاف التي هجت نوارسها شحت نسائمها هبت لها لفحا، بغداد في بدرها طقس على نذري يسعى النهار ولا يلويه ما شحا، أشكو وخاصرتي بالنزف غارقة، أما لكفك رفد ينزع الرمح، ما بين صوبيك مجد لا زوال له، أهدى الخلائق في ليل الدجى صبحا،
أهدى الخلائق في ليل الدجى صبحا. أهدى الخلائق في ليل الدجى صبحا، ما ألذه ولا أجمله ولا أحلاه من أمل هذا الذي اختتمت به هذه القصيدة، أنك أردت لهذا الحلم أن يهدي الخلائق الصبح من رحم الدجى. وكما يقال إن أشد ساعات الليل حلك هي التي تسبق الفجر بقليل. أستاذة زينب الدليمي، وأنت شاعرة عراقية متمرسة بالشعر، ومن المؤكد لك أفكارك الخاصة وإجابات معينة على بعض التساؤلات. يعني قد يقول قائل، ما القيمة الإنسانية المضافة من الشعر إلى ما يعيشه العامة من الناس؟ كيف يمكن أن تردي على مثل هذا السؤال؟ الشعر هو يعني بالرغم من هو نظم ومفردات، يبقى هو الأساس الإنسان. نعم. لأن أنا إنسان وأترجم مشاعري إلى الإنسان اللي هو متلقي، يا سلام. فأكيد أكيد أكيد الشعر هو إنساني بالدرجة الأولى. فطبعا يعني عن طريق الكلمة أوصل المفردة الحقة بحق المتلقي، سواء كانت مفردة لطالب أو بما أني أنا مدرسة، أو نعم لتلميذ أو لبنتي أو لي نعم يعني كبير صغير، يعني بكل الأحوال هي قصيدة كلمة إنسانية من إنسان يترجم مشاعره إلى إنسان آخر. هناك قصيدة، هناك قصيدة إنسانية يكتبها الشاعر مؤمنا بأنها ستصل إلى الكثير من الناس أستاذة زينب، نعم والشعر يواكب العصر وكذلك يهتم بمعاناة الناس. عن القصيدة ولزوم أن تهتم بما يعيشه الناس وما يعانونه حتى يكتب لها الحياة، تفضلي. طبعا أنا حين أكتب لي هدفان، هدف خاص بي أنا، خاص نعم بالكاتب، وهدف خاص بالمتلقي. أكيد أنا حينما أكتب أريد أن كلمتي تصل للمتلقي، أكيد فأكيد أنا أحويها بما يمر به المتلقي من ظرف. يعني ما ممكن أنا متلقي أو مثلا أم ابنها المتوفي وتبكي عليها وأنا أكتب لها قصيدة غزل. أكيد أنا أواكب ظرفه، فأواكب ظرف مجتمعي، سنتي أواكب ظرف منطقتي، أواكب ظرف، يعني إحنا خاصة مثلا أيام كورونا نعم الكل كتب عن كورونا ومآسي، يعني احنا كورونا سببت لنا المآسي، كتبنا عن كورونا أثناء مثلا الحرب والناس مشغولة بهذه، مثلا أنا أعتبر الحرب مصيبة، بهذه المصيبة اللي ما لها من ويلات نعم على الفرد، ولا أنا شك في أعتبرها ذلك. مصيبة، يعني ما معقولة أني الناس مشغولة بالحرب وأنا أكتب مثلا في نعم الغزل أو في مدح أو في، أكيد أكيد. أواكب أستاذة مجتمعي زينب، أكيد. هناك قصيدة نسائية وقصيدة ذكورية، قصيدة تكتبها امرأة، قصيدة يكتبها رجل، أم أنك لا تؤمنين بهذه الانقسامات وهذه التقسيمات وترين أن القصيدة هي القصيدة؟ المشاعر واحدة والأحاسيس واحدة والمفردات واحدة ولغتنا واحدة ومجتمعنا واحد، يعني ما معقولة أني يعني أحس بشيء مخالف ما يحس به الرجل كلنا، ولكن تبقى الجرأة في الكتابة. ومجتمعنا وخاصة مجتمع العراق، يعني خصوصا مجتمعنا العراقي ينتقد المرأة حينما نعم مثلا تكتب مفردة، لا ينتقد الرجل حينما يكتب، يعني الرجل صحيح، هذا له موجود في الكثير قبول. من نعم الدول العربية وموجود في يعني ثقافتنا الموروثة والمتبعة، وكذلك كثيرون يرون أن المرأة لا ينبغي لها إلا أن تكتب الجمال دون أن تذهب أو أن تجنح إلى
ما يمكن أن يعد خدشاً لحيائها، وأنت أكيد متفقة معي في ذلك. نعم، قصيدة الرجل يعلقوا له ولا ينتقدوا، يعني إذا امرأة أنا بإذني أسمعها، هذه يعني تطرقت لمواضيع لا ينبغي لها أن تتطرق لها، بينما الرجل ولا أحد ينتقده، نبقى مجتمع ذكوري مهما تقدمنا. أعطنا قصيدة جديدة الآن دكتورة، بعدها سنذهب إلى فاصل قصير نسمعك في هذه القصيدة قبل أن نذهب إلى حديث مختلف الشكل مختلف المضمون، لكن أكيد الضيف لن يكون مختلفا وإنما هو حضرتك، ونحن سعداء بتشريفك لنا إلى القصيدة. نعم، مثوى بلا وطن، نبقى في إطار الوطن. تفضلي. مثوى بلا وطن، كيف السبيل ولما يأتنا فرض، يكفي بأن توقظ القنديل يا ومض، أما تدل إلى العقبة وتدركنا تاه المسار وبعض غشه البعض. أبت بلوء مآق الدمع نكبتها، يا للعيون من الأحزان تبيض، نحتاج أمنية يمضي لها وطن، فالأرض لاهبة قد شاطها الرمض، غاب الفطيم ولا إحقاق يلحقه، يا للطريد ألم تخبر به أرض، ما بال أوطاننا، ما بال أوطاننا مثوى بلا وطن، ما بال موقدنا يصلى به الروض. عشت يا أستاذة زينب، والأمل أن تخف هذه الآلام. أكملي. أين الرجال فلا تعد لذارية، أين الرماح التي يحمى بها العرض، هذا العراق شكاه النخل من عوز، واستدمع العدل إذ أضنى به الرفض، وها هو اليمن المكروب من وصب، وها هو اليمن المكروب من وصب، والشام من هولها كالجذع تختض، وغزة العز، وغزة العز أوصاب تؤرقها، والعرب لاهية والبؤس ينقض. يا الله. يا حال بلداننا غلف مسامعها، ألم يأن وغشاء اللغز ينفض، نغد رفاة ونعي الأرض يبعثنا، فالانتماء مداد قاده نبض. شكرا لك، وأكيد مستمرون ومتواصلون، لكن سنأخذ الآن استراحة قصيرة مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مستمرون وإياكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، معنا عبر الإنترنت الشاعرة العراقية الأستاذة زينب الدليمي. حيا الله أستاذة زينب مجددا. حينما نتحدث عن العراق فإن القصيدة العراقية تحضر بقوة في وجدان الكل العربي وليس فقط في وجدان العراقي، ف أعظم شعراء العربية على امتداد العصور المختلفة التي يعني عاشها السابقون وما زلنا نعيش أثرها في هذه الأيام، أعظم الشعراء خرجوا من رحم العراق. حدثينا عن واقع القصيدة العراقية انطلاقا من تجربتك، ولك حب وحق أن تقولي ما تحبين. نعم، القصيدة العراقية كقصائد العرب بصورة عامة أصبحت جماليتها حسب أذواق المتلقي، وذوق المتلقي للأسف تدخل به المعرفة، تدخل به الرضا، كما قال الشاعر عين الرضا عن كل عيب كليلة. يعني أحيانا القصيدة بصورة عامة تكتب ويعني ضعيفة نوعا ما،
وتبدأ الإطراءات والتعليقات عليها كأنما قصيدة المتنبي. لكن هذا هذا لا طبعا يلغي وجود الكثير من الجمال بالقصيدة نعم العراقية على اختلاف مستويات الشعراء، إلا أن هناك نعم شعراء كبار وهناك قصائد القصيدة كبيرة أيضا. العراقية نعم القصيدة العراقية لها صداها طبعا ولها كتابها العظماء. أنا لا أنكر كثير من الشعراء نعم الكبار، هو يعني هو آني منها الباب، يعني شاعر كبير ولا يحظى بدور مرموق بالإعلام. نعم الإعلام يذهب للاسم المعروف ليس للاسم النابغ، للاسم المعروف، للاسم يعني المحسوبية تبقى حتى في وهناك الشعر كذلك للأسف. من يذهب إلى القيمة الفنية العالية تماما كقيمتكم ومثل نحن الشعراء ما نعم نحن ذهبنا الشعراء إليكم. نقيم هذا الشيء. نريد نعم الآن نعم منك قصيدة مختلفة، تفضلي يا أستاذة زينب. نعم دروب مهاجر من قال دونك يستحق سباق، كل الدروب بلا خطاك معاق. هي الخزام في مداك أريجها، والنخل روض من جذورك ساقه. فإذا شددت بجذع أضلاع رؤى لعشقت حبلك ما اجتثثت وثاقه. أتظن فيك لقاء فرض قد ثوى، ونوافل للقائها مشتاقه. أم هل تغادر غيمة قد سقتها غيثا وتلك سماؤها براقه. يا سلام، كل الشموس إلى مداك بصيصها، رسمت بحبك أجمل الإشراق. كالوشم فوق شغافه بات الجوى، للروح شهقا يلتقي أشواق. حتى أراني والرؤى في عودة بعد الفراق إلى اللقاء مساق. يجلي الهموم الساكنات إذا بدا هذا العراق، دنت سماه عناق. مثل المزار مقامه يرسي الرضا، ويضوع من أعماقه أعباق. راق الهوى لما تقدس سره، كل الطيوف غدت بذاك براق. كان النسيم ولم يزل أطيابه، صب الكؤوس بعطفه ترياق. يا سلام. فاليوم زاد بي الظنا مقداره، قد أغمضت جفن فدان فراق. يا قل سلام. لي إنك لم تغادر مبسمي، فتضوع للحرف الندي سياق. ما ظل يوما دربه رغم العنا، ما دام قد عشق الوفا ميثاق. هو ذا العراق سليل مجد يرتقي، يا سلام. سيكون لو وفى العراق عراق، سيكون لو وفى العراق عراق. سيكون لو وفى العراق عراقه. جميلة هذه القفلة، هذه الحكمة، هذه الرسالة التي تنم عن وعي كبير. نحن بحاجة إلى بث الوعي في نفوس الجيل دكتورة. نعم نعم جدا جدا، يعني بحكم آني تدريسي خاصة العمر عمر المراهقة إلى يعني يبدي من الأول المتوسط إلى السادس إعدادي، يعني إحنا نرى العجب، لم نكن هكذا قديما. نعم فيحتاج الكلمة الصادقة، يحتاج الكلمة الأمينة والأمانة بالكلام نعم حتى يصل إلى أبنائنا وجيلنا. أحسنتي. جيلنا للأسف يعني الظروف على الناحية الاقتصادية، صحيح على النت الإنترنت سبب يعني يمكن 75% إلى إخفاق أولادنا هو الإنترنت. يعني أنت تتحدثين انطلاقا من دورك التربوي أستاذة كمدرسة نعم زينب، نعم وإن نعم كنت أناديك بين الحين والآخر أحيانا دكتورة، فأنت دكتورة في الكلمات، وكذلك شكرا بحرصك على هذا الجيل أن ينشأ تنشئة سليمة أو ينشأ عن هذا نعم الوجع نعم الذي يسكنك، وهذا التخوف على الجيل من الفكرة التي طرحتها قبل قليل، ولك أن تكملي فيما يتعلق ب
خطر وسائل أو وسائط التواصل الاجتماعي والتقنية بشكل عام على أبنائنا، لكن ألا يمكن أن يكون هناك ترشيد في ذلك بحيث نتجنب هذا الخطر؟ الآن أكلمك وأنت الأكاديمية، لنترك نعم. الشعر جانبا قليلا، تفضلي دكتور. نعم، الترشيد ضروري، ولكن حينما تجد الأم والأب يعني يجهدون حتى يوصلون فكرة الصح والخطأ للابن، الابن يطلع هناك الصديق المؤثر، وهناك المدرس، أحيانا مدرس مدمر، أحيانا يعني أكثر الطلبة يكرهون درس لكرههم لمدرس، ويحبون درس لحبهم لمدرس. هناك الصديق، وهناك الانترنت، وهناك الشارع، وهناك يعني قديما كنا نرجع من المدرسة البيوت تحتوينا، الآن حتى هو بنفس البيت هو ليس معك، هو مع الانترنت ومع الصديق، والانترنت من يقلب يعني حتى إذا هو ما متقصد هي المناظر تطلع له. فهذه سو مرات حب يكون فضولي حتى يشوف شكو يعني ما وراء هذه الصورة، فكلها للأسف. مجتمع تأذي الطالب. يعني أنا يعني الشيء بالشيء يذكر، كنت أدرس طالبة، الطالبة كانت تطلع خصوصي، هي تأخذ خصوصي، بس من تدخل للدرس ما تهتم باللي ألقيه، تشوش على باقي الطالبات. يعني لما أنا نصحتها راحت رأسا شكتني للإدارة، الإدارة قالوا ماكو هذا من حقه، وشفناك بالكاميرا شو تسوين. المشكلة إجا الأب والأم جاءوا يعترضون، يعني بدل ما يشكرون المدرس يشكرون الإدارة يعترضون. يعني حتى الأب والأم أحيانا غير مؤهلين لتربية وتنشئة للأسف. الجيل، يعني اعترضوا أنه أنا بنتي هي حرة، يعني شلون حرة أنا، يعني هي طلعوها ودوها أهلي أنا دا تأثر. يعني هي مجتمع الأب والأم والمدرس والشارع والصديق، لا شوف عليك، منو إلا إنما مهنة حاضر. المعلم هي مهنة الأنبياء، ولم نجد طبعا نبيا إلا ووجد من قومه الكثير من العناء. للأسف أستاذة زينب، نعم صحيح، هوني على نفسك وعلينا وعلى المشاهد الكريم بقصيدة جديدة، تفضلي. كلنا نعم شوق لجديدك، اقرأي علينا ما شكرا. تحبين من أنا شعرك الوطني أو الوجداني أو الإنساني أو العاطفي، لك حرية الاختيار. شوية نغير جو، يعني لا بأس وليكن، غزل، شوية غزل تفضلي. بس مزين حتى طلابي ما يسمعوني. لا بأس، الآن الكل يسمعك، تفضلي. اسمك يرطب فمي، ستبقى رشفة للثغر تروي، وحرفا للقصيد هوى فتغوي، تسابق لهفتي صمتي، وآيا ترتل في عروقي حين تأوي، فليت العمر يطوى في سجودي، أكبر فيك أحجيتي وأروي، لأني مذ زرعتك في ضلوعي، حسبتك لي معينا ما سأذوي، فتلك ملامحي سكنت وقارا، تؤول إليك والأشواق تكوي، جدير بي وقد طوقت جيدي، بقيد هواك للأوزار تزوي، جدير بي وقد أنزلت قلبي، لبئر رؤاك أن أدلي بدلوي، فعندك ألف لا ومضى المتابي، يلوح إلى طراز العهد يطوي، وعندي لا حدود تحد لوعي، فينزفني القصيد صداك يدوي، فقد أمضيت عمري فوق جرف، متى تأتي به الأمواج نحوي، فإن ألفيتني رمت اقترابا، أما يبقي كما للقلب يحوي، يا سلام. إذا كان اعتناق الحب ذنبا، فكيف يعاف ذنب فيك يثوي، سئمت من الوقوف على غروبي، أطلت وما بغيرك سوف أضوي، فدع قلبي يذوب من التمني، فقد ناحت جوى مع ذاك شجوي، فحين الصمت يقتل في سكوني، سأصرخ ما لغير القبر أهوي، سأصرخ ما لغير القبر أهوي.
يا سلام يا شكرا. سلام، ما أجمل هذه القصيدة أستاذة زينب. لا فض فوك ولا عاش شانئوك وكثر الله محبيك. إذا أردنا أن نتحدث في زمن الحروب السيبرانية، زمن الأسلحة المحرمة دوليا، زمن الحروب للأسف والخلافات والكثير من الدول غير المستقرة والظروف الصعبة التي يمر بها العالم في أغلب مناطقه، في مثل هذا الزمن قد يقول قائل ما القيمة المضافة التي قد يجلبها علينا الشعر في ظل هذا الواقع الصعب الذي نعيش؟ طبعا السلاح المدمر، أنا أرى الكلمة إذا كانت في غير محلها مدمرة أكثر مما يدمر السلاح. الله عليك، جميل جدا. الكلمة لها وقحها، يعني ممكن تهد مجتمع، ممكن تهد جيل، وممكن ترفع جيل. يعني السلاح المدمر يجب على الشاعر أن يجاري هذا الظرف، ظرف الحرب، بالكلمة التي يستفيد منها المتلقي، كأن تريحه، كأن تزرع فيه حب الوطن، تزرع فيه حب الانتماء، تزرع فيه حب أحسنتي. يعني يوجد ناحية للأسف تزرع فيه عدم التصفيق للخطأ، وهذا ما نجده الآن في مجتمعاتنا. يا سلام عليك، جميل. نصفق للخطأ أستاذ مصطفى، للأسف نصفق فعلا للخطأ. كثيرون يصفقون للخطأ، وكثيرون يميلون حيث يميل من يمسك بمفاتيح حياتهم للأسف، لكن الأحرار لا يساومون على الرأي ولا يبدلون ولا للأسف يعني أو بالأحرى لا يسيرون من يخطئ فيجملون قبحه. أستاذة زينب، دعيني أطرح عليك هذه المقارنة. باعتقادك ومن وجهة نظرك، أيهما أشد خطرا على المجتمع؟ وأريد إجابة تنطلق من كونك شاعرة وأكاديمية معلمة أيضا أستاذة زينب، أيهما أشد خطرا، الرصاصة الطائشة أم الثقافة الطائشة؟ والله الثقافة الطائشة، لأن الرصاصة قد تصيب شخصا وقد لا تصيبه. شخصا واحتمال يتعافى منها. أما أحسنت. الكلمة الطائشة تؤثر في مجتمع، تؤثر في مجموعة، وخاصة أنا أحيانا أنتقد الكبار اللي هم قدوة، مثلا كمدرس. يعني نجي أنا طبعا أعتذر لأن دائما أتكلم بمحيطي كمدرس. المدرس قدوة، يعني عندما الطالبة تجد القدوة تعيث بما يحلو لها، طبعا الطالبة تتأثر. فثقافة المجتمع، ثقافة الشاعر ضرورية جدا، وهي اللي لها التأثير الكبير على مجتمع بأكمل. فعلا. نريد قصيدة جديدة الآن قبل أن نخرج إلى استراحة، نريد منك قصيدة تقرأينها علينا من أي أغراض الشعر المفضلة لديك أو الحاضرة والمتوفرة؟ تفضلي أستاذة قصيدة زينب. هي التمرد على الواقع. تمرد على الواقع، الله يستر، على الواقع. لنعرف بصورة على عامة. من ستتمردين في هذه القصيدة، تفضلي. على صومعتي هيا افزعي من أعالي الفصل صومعتي، هيا اشرعي واحرقي جورا بأمكنتي، ارمي بأوراق أشباح بلا مثل، واستنبطي كل إبهام بأسئلتي، واستدركي لانعتاق طاله أمد، قد آن للزاهد المأسور بالسعة، هيا اسحقي حلما قد ود ساسكه، هيا اسحقي حلما قد ود ناسكه، أن يحتسي نفسا للنوم والسنة، ما عدت أحتمل الإخلال في قسمي، آلفته ليتني قددت أوردتي، هي السكينة بالفرقان نفقهها، وما الحياة سوى رهن لمحكمتي، أن اللجوء إلى جذع نقلبه، أن المخاض يحط الرحل في جهتي،
فما حياتي سوى خصم يهددني وقارب السلم لم يقدم لبادرتي وقارب السلم لم يقدم لبادرتي. لعلها تكون يعني على خلاف هذا الوجع فتحمل إليك بوادر الخير وتجلب عليك رياح الفرح والسعادة. أستاذة زينب بدلمي الشاعرة العراقية، متواصلون معك لكن سنخرج الاستراحة مجددا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة في بيت القصيد، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم في برنامج بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من العراق الشاعرة الأستاذة زينب الدليمي. أستاذة زينب، عن ما تتطلعين إلى تحقيقه من وراء كتابتك الشعر، مشروعك الشعري، اكشفي لنا بعض الأسرار، ما الذي تطمحين إليه؟ الشعر كأي اتجاه نبغي به، أولا رضا الله، نعم، وثانيا رضا المتلقي. أنا أريد من الشعر أن تكون كلمتي المسموعة لها تأثيرها المعنوي واللغوي. يعني إحنا كثيرا ما نتعلم من قصيدة معينة مفردة، يا سلام، كثيرا ما نتعلم من قصيدة معينة حكمة، كثيرا ما نتعلم من قصيدة معلومة، أسطورة، معلومة، ثقافة معينة، بس عادة معينة نعم في مجتمع ما. نعم نعم القصيدة تحمل الكثير، لكن بالضبط على مستوى بالضبط. الطموح، على فأنا مستوى أريد الطموح، ما الذي تتطلع إليه زينب الدليمي؟ نعم، أنا هاوية للشعر وليست محترفة، أتمنى أن الشعر يخرج ما عندي ويدخله في قلب وعقل المتلقي يا سلام، ويترك أثرا، ويترك أثرا، يترك أثرا إيجابي إن شاء الله، سواء كان على صعيد العاطفة، ويترك صعيد أثرا. المعلومة. نعم، جميل لا هذا لا المصطلح، ويترك نعم أثرا، نعم حكمة عالية لا أظن وفكرة ذلك. عالية من شاعرة عالية كذلك. خذينا إلى نصك الجديد، قراءة في الشعر مجددا. تفضلي أستاذة زينب، نعم، تفضلي، أنا نريد أن نسمع منك أصغي إلى قصيدتك جعبتي الجديدة، هاتفي. تفضلي. نعم، أصغي إلى جعبتي لكنها تجفو، والقلب من كفها ترمي به الكف. أنا الرهينة، صوت الحزن ألبسني قيد المواجع حتى اقتادني العصف. ما بين صمتك والأصوات دندنة علي في زحمة الإيلام تصطف. وإنني اليوم في روحي مكابرة ولن أنوء، ومهما هدني العصف حتى أراني أناجي العقل في خجل، أساكن الروح في الذكر الذي يهفو. جفناي أطبقت الأحلام في وصب وترمق النصف، هلا راود النصف. إني لأسمع نبضي فيك يشعلني حرا وتضرم في أكبادي الرف. أعانق الصبر عمق البحر أجشمه غورا لألقاك، لا أشدو ولا أخفو. قلبي غريق توليت الركون به حتى إذا فيك نادى خفقه يطفو. يا سلام، فاسكن مداري فما إلاك يدركني، إن كان حبك ذنبا كيف لا أعفو. قد يؤنس الفرح في أضلاع ناشقه ويشرح الصدر من إشهاقه ضعف. يا أنت أدري نهاياتي بي ابتدأت، مهزومة الخطو قلبي والهوى حلف، يا الله. قلبي والهوى حلف. لفظ فوك يا أستاذة زينب، غير الشعر، غير الشعر، نعم، ما الذي يحتاج إليه الشاعر العربي في زماننا حتى يكون
أثره أعمق وأصدق وأقوى وأعم. من غير الشعر؟ إلى جانب الشعر، ما الذي يحتاج إليه أي حتى تصل أستاذ رسالته؟ أي عبارة، أي جملة، أي كلمة صادقة نواياها حسنة، هي لها صدى، لها تأثيرة. أي يعني ليس الشعر فقط هو الذي نوصل به فكرتنا. نعم. هناك الكثير، المعلم في صفه، الطالب في دروسه، التاجر في عدم المتاجرة بالآخرين، أي في أمانته، نعم أي التاجر في أمانته، هذا ما عنيته. نعم 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 الأم هناك في بيتها كمربية أولى، نعم. الأب ودوره. أي مكان شخص يسكنه له تأثيره. أحسنتي. المرأة في بيتها بدون ما تخرج للآخرين لها تأثيرها في أمانة تربية أولادها في لكن ماذا عن بيتها. في ماذا عن مقومات الإبداع أستاذة زينب؟ وأعتذر إن كنت قاطعتك، لك أن تتمي الفكرة ومن ثم نتحدث عن مقومات الإبداع وتجربتك الخاصة في العراق. تفضلي أستاذة زينب. نعم، كل شاعر له ولو بيت ممكن يبدأ فيه. نعم. نعم، حينما يكون الشاعر صادق يخرج ما يشعر به. نعم. يعني أنا أحيانا أجبر على تأليف قصيدة، والله أبقى يمكن شهر أبدأ، كيف أبدأ؟ وأحيانا بيومين أكتب قصيدة، لأن هذا شيء داخل، يا سلام، شعوري أترجمه أنا. أحسنت. فالإبداع يكون حينما تكون أنت تريد أن تكتب، أحسنت أستاذة زينب، وليس المقابل يريدك أن تكتب. هذا هو الإبداع، وأكيد المتلقي له ذائقته. فإذا يعني رأى القصيدة كما يراها هو، أحيانا قصيدة أحد ما تعجبه وآخر لا تعجبه. أحسنت يا أستاذة زينب. الوقت يداهمنا ويكاد يدركنا للأسف، مر الوقت سريعا. إلى القصيدة التي تريدينها مسكا للختام في هذه الحلقة، وكلنا آذان وقلوب مصغية كذلك. تفضلي يا أستاذة زينب. هناك للمرأة أو للمرأة كتبت كم بيت. اقرأي للمرأة، لا بأس، لا مانع. نعم، لأن المرأة خاصة أستاذ مصطفى لم تنل حظها، وخاصة في العراق. ها هي تنال حظها الآن من خلال هواء الرافدين ومن خلال هذه الحلقة. تفضلي اقرأي القصيدة التي تهدينها إلى كل النساء. نعم، تفضلي يا أستاذة زينب. حييتي واهبة طيبا وأطيابا، حفظت رغم الأسى والحزن محرابا. حييتي مفخرة بالعز رافلة، بالجود تبغين حب الله إصبابا. برهنتي حين استفاق الصبح من وجع، إن العراقيات إذ يجمحن أصلابا. وإن خير نساء الأرض أجمعها، أم العراقيين خير الناس أنسابا. قد صاغها الله من طين ومن حمأ، وقال كوني فكان الطين أقطابا. حييتي واهبة، حييتي منجبة، حييتي فاتحة للخير أبوابا. يا أخت خولة والخنساء يجمعنا، طريق حق لدين الله أصحابا. لقد وفيت بما قدمت واهبة، أغلى الكنوز وما تبغين إيهابا. يا سلام يا سلام، هذا انتماء جندري وانتماء فكري للمرأة العراقية التي تستحق الكثير. كلمينا عن شعورك تجاه المرأة العراقية وأنت واحدة منهن، هذه المرأة المضحية، هذه المرأة الصبور، هذه المرأة التي خرجت الأجيال التي لا تزال تنافح وتكافح من أجل أبنائها. تفضلي. كما قلت لك أستاذ مصطفى، لن تنل حظها، وخاصة يعني بصورة عامة هي المرأة العربية، ولكن بالعراق لها خصوصيتها. يعني هي أم،
وزوجة ومربية وموظفة وخادمة في بيتها، لأن احنا أغلب العراقيات لا يرغبن في دخول النساء إلى بيوتهن. نعم. فتجدها ومع ذلك فوق كل هذا الضغوط المجتمعية. ما أجملها من تضحية أستاذة زينب، تضحية المرأة العراقية كما تفضلت بوصفها، فهي العاملة الدؤوبة المخلصة والمربية، وكذلك هي شريكة مشاريع الأمل. في الختام، كلمة من أجل العراق، كلمة من أجل الشعر، كلمة من أجل كل الشعراء حتى يثبتوا على رسالة الحق والحق عفوا ويدعموها، يدعموا رسالة الحق. تفضلي دكتورة، في الختام ماذا تحبين أن تقولي؟ أنا أقول لمجتمعنا بصورة عامة، شعراء وغير شعراء، أن يتقبل أحدهم الآخر. أنا أختلف معك بقليل وأتفق معك بالكثير. لماذا أترك الكثير وأذهب وراء القليل؟ يجب أن يكون هناك تقبل أحدنا الآخر حتى نعيش ضمن فسحة، ضمن مساحة بأمان. شكراً. الشعراء يجب أن تكون هناك الكلمة الصادقة، نعم، الصدق بالأساس والهادفة، ولا تكون عشوائية، وأن نتقي الله في كل عمل، بالكلمة، بالتدريس، بالتعامل. نعم. الله بين أعيننا حتى شكراً. حتى يستقيم الحياة، حتى تستقيم الحياة. تسلمي أستاذة زينب، نورتينا في هذه الحلقة من بيت القصيد، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة زينب الدليمي، الشاعرة العراقية الفاضلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل إن شاء الله لقاؤنا وإياكم يتجدد، دائما كونوا في الموعد. إلى اللقاء.